السلام عليكم اخوان، مرحبا بكم في فيديو رمضان مبارك. اليوم شفتوا على رمضان الكريم اللي تعودنا عليه كي طوال كنولفوه، ملي كيبغى يخرج تنقولوا كون غير بقى، كون غير زادونا واحد النهار، كون غير زادونا واحد اليومين، كون غير واحد السيمانة. الناس اللي كيقولوا الفرن دار فعلا تعزز عليهم رمضان تيقولوا بحال الطراري، أبار الناس اللي طالع غير انت يخرج تيقول لي تيقول لي تلقى معاه تيقول لي النهار اللي داز ما يتعاود، يعني النهار هذا ماشي يتعاود. ولكن الغريب في الأمر هو أن هذا رمضان هذا ربما أول مرة في الدنيا كيدوز أسرع رمضان في هذا العام، وهذا رمضان هذا 2021. بزاف ديال الناس لاحظوا هذا القضية، لكن السؤال لماذا؟ علاش؟ لأن جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يوما سيأتي الزمان السنة كالشهر والشهر كاليوم واليوم كالساعة والساعة ك يعني شعلة تقام الزربة كيبانك البركة كتر من الموت، رغم أن العام راه باقي فيه 12 شهر والشهر باقي فيه 30 يوم والنهار باقي فيه 24 ساعة والساعة فيها 60 دقيقة، ولكن البركة كتقل، البركة بالوقت كتبقى حتى تقول لي تغمض عينيك قال الله أكبر. هذه تتسمى من علامة الساعة، نحن علامة الساعة نعيشها الآن، ولكن الناس ما كطلعناش أن أي علامة سندركها، أي علامة نعيشها ما كنحسوش بها، أن تجينا عادي. أغلبية الناس تجيهم عادي، ماشي كلشي، ولكن البعض تجيهم عادي. والناس اللي حاسين بالوقت، حاسين بأنهم ما تبقاش يقدموا الوقت، تعرفوا بينهم وبين الله، ماشي بحال تيقول لك يا الله مشي يجيبوا الفايمة لا ويا الله نضيعوا الوقت، ويا الله نديروا شي دورة نجيبوا المغرب، حيتو كلهم هما اللي ما تيحسوش بالوقت، حسوا غير فين يمشي يضيع الوقت، حنا يا ملايين نهاية نضيع الوقت. إذا من إضاعة الوقت فهو الوقت الوقت يعني تيتين الوقت هذا أنك تضيع الوقت. عمنا المثل يقول إن الزمن كالسيف إن لم تقطع وقطعك. الدين أو الإسلام سمى الوقت هكذا كالسيف، والبعض يعني يريدون تضييعه في أشياء تافهة. فالسبب يعني هو قلة البركة، البركة في زاد الحوايج، مبقاتش البركة لا في الفلوس لا في العمل لا في الوقت، وكثرت المناكر وكثرت ديال الحوايج اللي حنا ما غاديش نستمتعوا بها الان، اللي غادي نعيشوها ودينا حوايج عاديه، ولا كثره المنكر، يعني علامات اللي هما موجودين. الى جلستي وتخيلتي بغيتي تشوف شي حوايج اللي ربما كتجيك متعب، بغيت كتجيها عاديه، يعني كل ما كنعيشو كنكتشفو الحوايج اللي غادي نعيشوها وما غاديش نعرفوها، مش فعلا من علامة الساعة إنما الوقت. يعني هو السبب الوحيد اللي ولا رمضان داز علينا واحد الطريقة سريعة جدا، لأن ما فيش صلاة التراويح، ما فيش الناس كيمشيو للجامع باش يصليو، ما فيش التعبد هذاك قيام الليل، الناس حتى لدابا ليلة القدر اللي كنتقربوا من الله سبحانه وتعالى غادي يحرم الإنسان. إذا هذه فكلها من علامة الساعة، أسأل الله أن يتمم ما بقي بخير وعلى خير، وكنتمنى تكون وصلت الرسالة. أريد أدرج معكم هذه المرحلة هذه اللي بزاف ديال الناس اللي تلاقي جماعة تقول لك رمضان مشى، استربعت واه
ربما الكلمة رخيصة. هذا قلت لك يا جماعه عالي طبيعه في قواله مطلعين شيخ وزرنا ويحيي. اسال الله العافيه. تحيه لكم. السلام عليكم.